عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء. كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص أيام أيام، يعني يومين ثلاثة بالكتير. هنعمل النهاردة نعجن الرقاق ونخبزه، هنعمله مع بعض، هنعجنه ونسويه مع بعض. هنسويه اللي عنده فرن بلدي يسوي فيه، اللي ما عندوش يسويه فوق على البوتاجاز من فوق، او يسويه في الفرن العادي بتاعنا العادي اللي بالغاز. بنغسل قعر الفرن من تحت ونسوي ونسخنه ونسوي فيه كاننا شغالين في فرن بلدي، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه هتوقفنا زي ما اتفقنا. بس طبعا قبل ما نقول احنا معانا ايه او محتاجين ايه، انا الفيديو ده انا يعني حباه قوي، لان الفيديو ده بالاشتراك مع اليوتيوبرز الجميله قناه منى دريس. انا بحييها وبقول لها كل سنه وانتي طيبه، وانا هعرض مع في نهايه الفيديو هعرض الصور بتاعتها والقناه بتاعتها. قناه جميله ومرتبه ومنظمه ونظيفه، وانا ببعت لها من مصر من هنا يعني كل تحياتي، حبيبتي وصاحبتي واختي وحبيبتي. نبدا على بركه الله. انا هنا معايا ده نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق. طبعا الكم اللي انت عاوزاه مش هنختلف عليه، ان هو عبارة عن دقيق ومية وملح، دقيق ومية وملح، فمش هنختلف على الكم خالص. ده انا عندي هنا على قد الصينية بتاعتي مثلا، ده نص كيلو دقيق، وهحط عليه رشة الملح بتاعي وهعجن بالمية بتاعتي. ده الرقاق الناشف. لو انا عايزاه رقاق طري نفس المكونات وهعمله معاكم طبعا، بس هنضيف عليه معلقتين زيت، خلينا نقوله في وقتها ان شاء الله. نبدأ ان احنا نعجنه. ده طبعا الدقيق بتاعنا دقيق منخول وكله تمام. انا هنا هبدأ ان انا اعجن، هضيف حبة مية شوية شوية، مش هضيف كتير علشان احنا اتفقنا نضيف بالراحة ما نفردش في اي حاجة. هبدأ ان انا الم الدقيق بتاعي الاول. طبعا الرقاق ده اكله العيد المفضله، باللحمه المفرومه او بالكبد والقوانص، حشواته كتير، وده في مصر وفي الدول العربيه كلها طبعا دايما يعملوا الرقاق ده، هو يا اما يوم وقفه عرفات بنبقوا صايمين كلنا، يا اما في اول يوم العيد او في خلال ايام العيد وفي الايام العاديه برضو. طبعا بيبقى معاه حاجه دسمه، يعني بطايه وزايه فرخايه، يا رب يمتع الجميع بالعيد يا رب. انا هعجن زي ما انتم شايفين كده اهوت، بلم العجينه. زي ما احنا شايفين انا عجنت العجينه بتاعتي اهيت، خدتها كده بالراحه، ما اخدتش كوبايه الميه كلها، ادي عندي بقيت خدت تلتين الكوبايه بس. وادي عندي العجينه زي ما احنا شايفين اهيت، بسم الله ما شاء الله عليها، بس حلتها كده شوية وحسبها 10 دقايق ترتاح. لازم اسيب العجينة بتاعتي 10 دقايق ترتاح. العجينة معايا جميلة وحلوة ما شاء الله عليها اهي، هغطيها واسيبها 10 دقايق ترتاح وارجع لكم تاني. ادي العجينة بتاعتي اهي ارتاحت معايا اهي، بعد ال10 دقايق سيبيها 10 دقايق، سيبيها تلت ساعة زي ما انت عايزة، زي الفل اهي. هبدأ ان انا هرش دقيق هنا كده، وهقطع العجينة بتاعتي على حسب الصينية اللي هتعملي فيها الرقاق، على حسب حجم الصينية اللي هتعملي فيها الرقاق. انا قرصت العجينه او قطعتها، طلع النص كيلو معايا سبعة متوسطين، ممكن قوي النص كيلو عشان يبقى مرتاح يطلع ست قطع معاكي. هنغطي بقى العجينه كده اهو. هبدا ان انا لازم احط دقيق علشان العجينه بتاعتي تتفرد كويس. فرضا انا ما عنديش النشابه الطويله بتاعت الرقاق اللي احنا هنفرد بيه ونلف بيه ونفرد بايدينا، انا عندي العجله تمشي تمام قوي مفيش مشاكل، وعندي المطرحه بتاعتي اللي انا هزق بيها في الفرن، ممكن ازق بالنشابه ما عنديش اي مشكله خالص،
وعلشان ما نوقفش بقى خالص، الست الشاطرة بتعمل أي حاجة. عارفين ايه دي؟ ديت اللي ما بنشتري لفة ورق الفويل، عندي خلصت، اتبقى بتاع اتبقى العمود بتاعها اهو، انا ما رميتهوش، ناعم وجميل ومسحاه ومنضفاه وزي الفل. ممكن ان احنا نستخدمه، يعني الست الشاطرة مفيش حاجة توقفها خالص، نستخدم ده او النشابة او العجلة او ازازة، ازازة ما تكونش مدرجة، تكون ازازة مسح خالص، مفيش اي حاجة هتوقفنا. نبدأ ان احنا نرش الدقيق بتاعنا، اهم حاجة نرش دقيق علشان العجينة تتفرد معانا كويسة وما تبقاش فيها اي ما تغلبناش. هنا قبل ما افرد العجينة انا هخبز على عين البوتاجاز من فوق، هحط الصاج بتاعي على النار، نار متوسطة، وهحطه يسخن علشان هخبز فيه. ممكن اخبز على الصاجة الكبيرة بتاعتي لو ما عنديش، هخبز هنا، ولو ما عنديش الصاج هجيب الصينية الالمونيا، اكبر صينية الالمونيا، وهقلبها، هخلي وشها للنار وقعرها لفوق وهمسحها، وبرده هخبز عليها، مفيش اي مشكلة. انا حبيت اتعمدت ان انا اعمل بدي معاكم عشان تشوفوها اهي، عشان تعرفوا ان كل حاجه في المطبخ بتنفع اهي، بتفرد زي النشابه بالظبط اهي اهي، بتفرد زي النشابه بالظبط، مفيش اي حاجه فيها هتوقفني اهي، وجميله ومريحه وتمام التمام خالص اهي، زي ما احنا شايفين كده اهي. زي ما احنا شايفين كده اهي اهي، مفيش اي مشكلة، وجميلة، انا والله مرتاحة فيها قوي 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 قوي. جربوا علشان ميبقاش في حاجة توقفنا خالص. اهي زي ما انتم شايفين اهي، هاجي بقى اخدها اهي اخر لفه كده اهي اهي، وهروح بيها على البوتاجاز بتاعي او على الفرن بتاعي، مفيش اي مشاكل خالص. هلفها كمان لفه كده اهي، هروح بيها وهاخدكم معايا. زي ما انتم شايفين انا حطيت الصاج بتاعي، وانا حطيت الرقاقه بتاعتي اهي، شايفين احنا مع بعض، يا دوب تاخد كده دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش التاني اهي، بدأت تستوي معايا زي ما احنا شايفين كده، انا قلبتها بدأ ان هي تتحمر معايا، بس انا موطية طبعا البوتاجاز على عين شمعة خالص اهو. بنفرد في التانية اهي زي ما احنا شايفين، ادي الرقاقة بتاعتنا ما شاء الله عليها اهي، وادي العجينة بتاعتنا. بنفرد في التانية، ناخد رش الدقيق زي ما اتفقنا، اهم حاجة معانا الدقيق، زي ما احنا شايفين تاني اهوت، بعمل اللي وراها واللي وراها واللي وراها اهي، دخان طالع وبدأت تستوي معايا اهي خالص. ادي حتة كمان، انا بقى هخلص الكمية بتاعتي دي كلها وهاخبزها زي ما احنا شفنا كده مع بعض في الفيديو، وهوريها لكم كلها بقية الفيديو، بقية الصور الخبز بتاعه، وهعرض معاكم كمان الصور بتاعت صاحبتي وحبيبتي قناة منى دريس، ومستنية تعليقاتكم، وان شاء الله قريب قوي 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 هنعمل الفيديو بتاع صينية الرقاق باللحمة المفرومة بإذن واحد أحد. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.